مفاوضات التلفزيون العربي الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا في العاصمة التركية أنقرة بقيمة تقارب تريليونين ونصف تريليون دولار. وتبحث الأطراف الخليجية والتركية حتى 31 من يوليو الجاري ملفات اقتصادية عدة، منها الاستثمار وتجارة السلع والخدمات وقواعد المنشأ والعوائق الفنية أمام التجارة. كما تركز المفاوضات على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية. ومن المتوقع أن يفضي الاتفاق إلى تحرير تجارة السلع والخدمات، تسهيل الاستثمارات بين الأطراف المشاركة لتكون واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول مراسل التلفزيون العربي أحمد غنام. أهلا بك أحمد، ما أبرز الملفات الاقتصادية المتداولة في مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا؟ تفضل. معذرة أبان، لابد أن نتغير من أماكن وقوفنا. نعم، هذه المفاوضات التي بدأت اليوم هي ستستمر لثلاث أيام لمناقشة السلع وكذلك طرق الاستثمار بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي. هذه المفاوضات التي بدأت عام 2005 واستمرت حتى خمس أعوام عام 2010 وتوقفت نتيجة العلاقات السياسية وتراجعها بين أنقرة وبعض الدول الخليجية. اليوم تستأنف هذه المفاوضات وهي ستستمر لثلاث أيام في العاصمة التركية أنقرة، واليوم ستوضع بعض الأسس لهذه المفاوضات وكذلك الأهداف التي هي مرجوة من هذه المفاوضات خلال الأيام الثلاثة. فبالتالي ربما تركيا خلال العقدين الأخيرين حاولت كثيرا أن تعقد مثل هذه الاتفاقيات للأسواق، سوق الحرة، سوق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، لكنها كثيرا ما كانت تصطدم بالأسوار السياسية وكذلك الفشل الذي كان هو حليف هذه النقاشات والمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. هو ما دفع بتركيا عقب الانتخابات الرئاسية الماضية لتوجيه أنظارها نحو القارة السمراء وكذلك الأسواق العربية. فبالتالي سوق الدول الخليجية يعتبر سوق واعد بالنسبة لتركيا، خاصة بأنها تستطيع أن تقدم أو توصل سلعها بشكل ربما أرخص من السلع المنافسة، على سبيل المثال السلع الصينية، وخاصة اليوم نتحدث عن ارتفاع النقل البحري في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي باستمرار القصف والحرب على غزة وكذلك تدخل اليمن ربما بعرقلة التجارة البحرية من أجل الضغط على الدول الفاعلة في أو القريبة من الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي لو نظرنا اليوم إلى الموقع الجغرافي الذي تمتلكه تركيا في المنطقة وقربها من الأسواق العربية وخاصة الأسواق الخليجية، ربما هذا ما يجعلها أن تكون منافسة، وهذا ربما يدفع للأطراف المعنية من ربما في هذه المفاوضات لتسهيل المفاوضات والعبور بها إلى طرق النتائج والقرارات السياسية والقرارات الاقتصادية. لكن ربما سيتم استثناء بعض المواد أو السلع التي تعتبرها الدول المعنية في هذه المفاوضات هي من السلع الأساسية في والمشاركة في الدخل والناتج القومي. فبالتالي ربما تستثني تركيا بعض السلع الزراعية وكذلك تستثني أيضا دخول بعض المنتجات البتروكيماوية من دخولها إلى الأسواق التركية، خاصة أن الدول الخليجية تمتلك الكثير من هذه السلع البتروكيماوية نظرا للاحتياطي من النفط والبترول وكذلك هذه الصناعات الموجودة على سبيل المثال في السعودية. أيضا ربما أيضا تركيا تحاول أيضا تصدير التكنولوجيا وكذلك الصناعات الدفاعية والمسيرات، خاصة كما عرفنا خلال الفترة الأخيرة حاولت تركيا من خلال ربما عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول الخليجية منها السعودية والكويت وكذلك قطر، ربما تحاول دخول السوق الخليجية من خلال المسيرات التركية التي باتت معروفة في سوق المسيرات والصناعات التكنولوجية، وباتت حاضرة تركيا في هذا المجال بشكل واضح جدا. فبالتالي ربما هذه المفاوضات تثمر خلال الأيام الثلاثة إلى اتفاقيات جديدة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي. من إسطنبول مراسل التلفزيون العربي الزميل أحمد غنام، شكرا جزيلا. التلفزيون العربي.